كلام ايه ده يا حاج؟ خسارة، كنت فاكرك أذكى من كده بكتير. لكن الغدر ما بيجيش إلا من أقرب الناس اللي بنأمن لها، عشان كده سموه غدر. أقسم بالله ما أنا فاهم حاجة من اللي بتقولها يا حاج. مين اللي بلغ سيف العزاز إن البضاعة اللي جاية هتتخزن عندك؟ في حد غيرك يعرف؟ أكيد ما فيش حد غيري يعرف، أنا مش تلميذ يا حاج. أنت طبعاً عارف جزاء الخيانة إيه. بس اللي منعني عنك اللي أبوك عمله معايا. أنت هتعيش يا فتحي، بس عشان أبقى سددت الدين اللي عليا لأبوك. لكن مش عاوز أشوف وشك تاني. لو شفت وشك ولو صدفة هقتلك. عبور من وشي. الضفيره دي مين عاملها لك؟ انا قلت كده برضه. طيب اسمك ايه؟ هو احنا مش اصحاب؟ المفروض تتكلمي معايا زي ما بكلمك. طيب فاكره اول مره تقابلنا فيها كنت بتعملي ايه في المكان ده؟ ايه اللي وداكي المكان ده؟ مش كده؟ حسيت برضه. طب ابتدي معاكي من الاول. ازيكم؟ انا اسمي زكريا. وانا هايدي. اسمك ايه؟ ايه؟ مش ناوية تقول لنا اسمك ايه؟ علي. تعالي. كنت بتعملي ايه في الفيلا اللي قابلتك فيها يا علي؟ كنت مع بابا. باباكي كان بيعمل ايه هناك؟ معرفش. ينفع توديني ليه؟ حاضر، شوف هعمل معاك ايه. كانت لعبة، حفر لنا الحفرة وخلانا نغرس فيها. زي انكشفنا يا سيف. كشفك انت، انا ماليش فيه. طبعا، وانت تفرق معاك في حاجة؟ الكلوب فرقع في وشي انا ولبستها. ما قتلكش ليه وكنا خلصنا منك؟ هي بقت كده. الله، وانا اللي كنت فاهم انك في ظهري. ظهر مين يا عم؟ وانا عمري كنت في ظهر مين؟ تجديد ولا ايه؟ مالك؟ برضه نفس السؤال، ما قتلكش ليه؟ رد الدين بتاع ابويا. ابوك بقى الله يرحمه ده احسن حاجه عملها في حياته الموضوع ده. يزد الموضوع زي ما بيقولوا هيبقى سلف ودين يا فتحي. احنا في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ طب ما هو لو زين سامحني، ولاده ولا سليم هيسامحوا ولا لا؟ بقول لك ايه؟ اخفي انت اليومين دول، استخبى في اي حته لحد ما الموضوع يهدى. بس وديني وما اعبد، لو اسمي جه في الموضوع من قريب او من بعيد، ختم شهاده وفاتك هيكون من عندي هنا. تفتكري بابي هيعدي اللي انت عملتيه ده على خير؟ اسكتي ياسمين، ما تفكرنيش. اصلا هي مش المشكله في اللي هو هيعمله، المشكله لما يعرف السبب اللي خلاكي تعملي كده. ياسمين، ما تخليش حد مني حاجه لك. طب وبعدين يا سلمى؟
هنعمل ايه في اللي احنا فيه ده؟ انا كلمت علي وهو يتصرف. علي؟ علي يا سلمى؟ ما كانش ينفع يعرف حاجه زي دي. وفيها ايه يعني؟ على فكره علي زي اخويا وانا بثق فيه جدا. وبعدين هو الوحيد اللي مش هيحاسبني وهيفهم اللي حصل ده. يفهم ايه يا بنتي؟ اللي حصل ده غلط. مش محتاج حد يقولك هو صح ولا غلط. انتي مش المفروض تكوني مستنيه حد يحاسبك اصلا. انتي لازم تحاسبي نفسك يا سلمى. لو ما حاسبتيش نفسك يبقى دي مش هتبقى اخر مره. لازم تعرفي ان انتي مش لوحدك يا حبيبتي. اي تصرف هتعمليه هيأثر على امك وابوكي واخواتك كلهم. واكيد انتي مش عايزه تزعليهم، مش كده؟ الحمد لله على السلامة. اسمع يا دي أصفر، انت العلقة دي ولا حاجة قصاد اللي ممكن يحصل لك. انت الظاهر ما خبرش انت بتلعب مع مين. الصور اللي عندك كلها تختفي. لحسن لو حاجة ظهرت كده ولا كده قسما عظما اخفيك من على وش الدنيا. فاهم؟ فاهم. وبلاش حلاوتك الحلوة دي تروح هدر. خلاص قلت لك خلاص. تلفونك فين؟ يدك في جيبي. وده حلال علي. وخليك فاكر زين، سلمى لا. سلمى ايه؟ سلمى ايه؟ سلمى لا. برافو. انا مش هسألك انت عملتي في نفسك كده ليه؟ أنا بس عاوز أقولك إن مفيش في الدنيا دي كلها حاجة واحدة تستاهل إن الواحد يموت نفسه عشانها. إحنا اتوجدنا في الدنيا دي يا حبيبتي عشان نعيشها. أمك وهي حامل فيكي كان عندها مشاكل في الحمل وكانت خايفة لا تموت وهي بتولدك. فأنا يوم ولادتك قعدت أدعي ربنا. كتبت على باب أوضة العمليات سلمى عشان تسلمي لي انت وامك. شفتك في ايد الدكتوره بتضوي زي القمر. ومن يوميها يا سلمى وانت منوره عليا دنيتي. كنت زمان بتكتبي لي جوابات تقولي لي ماما زعقت لي عشان مش عايز اكل وانا ماليش نفس. زكريا ضربني. معرفش المدرسين عملوا لي ايه في المدرسه. وأنا ما كنتش بنام قبل ما أقرأ الجواب ولسه محتفظ بيهم لغاية دلوقتي. عاوزك يا حبيبتي لما الدنيا تضيق بيكي اكتبي لي جواب وأنا هقرأ. كل حاجة متأمنة ومعمول حسابها. الاتفاق زي ما هو، مفيش أي حاجة هتتغير. مش ناقص بس غير اللي المفروض أنتوا تعملوه. نحن طبعًا عارفين شو اللي لازم نعمله بالظبط. بيبقى إني أذكركم العملية كبيرة والغلط غير مسموح فيها. وإحنا من إمتى بنغلط؟ استنى يا زكريا. حاضر عم. إيه؟ لازمته إيه الكلام ده يا أسرك بيه؟ تكرم. متأسف يا مستر زكريا بس الحقيقة لأنه العملية لأول مرة بتتم بدون وجود الحج وكفالته. لكن نحن واثقين فيكم وبالتالي التسليم رح يكون بموعده إلا إذا جد شيء فأنا رح بلغكم على طول. وأنا عايزك تطمن خالص يا سراك. اعتبر إن زين موجود. نورت يا سراك بي. منورة بيكم. شرفت. الله يخليك. أنا مش مستريح للناس دي. ولا هما مستريح لنا. بصراحة الراجل عنده حق. العملية كبيرة زي ما أنت شايف. وزين مش موجود. أبوك حطينا في موقف صعب أوي يا زكريا. صعب
والمطلوب مننا اننا نجدد الثقة، مش بس مع الناس دول، لا، مع السوق كله.